الأفاضل، أهلا بكم معنا في برنامج قالة الصحف، والذي سنحاول من خلاله استعراض أبرز العناوين التي صدرت في صدر صفحات الجرائد المغاربية. نستهلها بالصحف الجزائرية كالعادة، ونبدأ بالشروق. الشروق اليومي التي تنشر تقرير مجلس المحاسبة الذي كشف وبالأرقام تناقضات في تسوية الميزانية، وعنوان عريض: نفقات 10 هيئات عمومية تعكس حساباتها المالية. كما كشف نفس التقرير سوء تسيير الوزراء الذي عطل سير المشاريع التنموية ب 50%. كما فضح التقرير تأخر تسديد غرامات خلال الأشهر القليلة الماضية قدرت ب 600 مليار. الشروق تهتم كذلك بقضية تمرير قانون المالية الجديد من قبل السيناتورات بالأغلبية الساحقة، وعنوان بارز: قوت الجزائريين يقترب من خطوط النار. إلى يومية البلاد، والتي اهتمت بالأزمة المالية التي تعرفها الجزائر، وعلى رأسها الرئة المحركة للاقتصاد شركة سوناتراك التي يخضع مخططها الخماسي إلى مراجعة، وتقول عبر عنوان: التقشف يطال سوناتراك. التقشف يطال كذلك معظم القطاعات دون القطاع الأمني، هذا ما نلمسه في عنوان البلاد: أكبر حملة توظيف في قطاع السجون. بن صالح يواصل حملته ضد المعارضة ويقول عبر عنوان اليومية: الشعب متفطن لمحاولات جره إلى الفوضى، لكن من جر سكان أهالي العاصمة إلى الفوضى هي قرارات الوالي زوخ، حيث استقبله الذين لم يتحصلوا على السكنات الاجتماعية بحي كوريفا بالحراش باحتجاجات عارمة، وعنوان: المقصوون من الرحلة ينتفضون بالعاصمة أو الرحلة. الخبر تقول أو سلطت الضوء على المعاناة المتواصلة للجالية الجزائرية في المهجر، وهذا من خلال الممارسات المطبقة ضدهم في عملية استخراج الجواز البيومتري، خاصة في القنصلية الجزائرية بفرنسا. والقانون الجديد الذي يجبر المتجنسين ابتداء من السنة الجديدة اقتناء تأشيرة السفر من قنصليتهم لزيارة بلدهم الجزائر، حتى وإن كانوا يحملون بطاقات تعريف وطنية أصدرت بنفس القنصلية، وعنوان: مليون جزائري مغترب ممنوع من السفر. الخبر انفردت بقضية انتشار مرض غريب في ولاية بسة قضى على 4 أشخاص واثنان وضع تحت الرقابة الطبية. تذكر المصادر أن الأمر يتعلق بفيروس كورونا الذي راح ضحيته أكثر من 3000 مريض، وعنوان يقول: حالة طوارئ بتبسة. الخبر دائما تنقل تحذيرات وزير المالية تجاه التجار، وهذا بعد المصادقة على قانون المالية الجديد، ودعاهم لدعم استباق الزيادات أو لعدم استباق الزيادات الجديدة في الأسعار. يومية الاتحاد تعود إلى قانون المالية الجديد وتقول: أحلام المعارضة والشعب تتبخر. فيما يطمئن وزير المالية المواطن عبر عنوان آخر ويقول: الحكومة تسهر على التحكم في الدعم والمساعدات. فيما حاورت الاتحاد رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، والذي فتح النار على الأمين العام للأفلان ويقول أنه يطمح لرئاسة الجزائر. لوسوارد الجيري الناطقة بالفرنسية عادت إلى مبادرة 19 التي أصبحت 14 الآن بعد انسحاب عدد من الممضيين، وتتساءل: هل دخلت المجموعة في طريق مسدود بعد الضغوطات العديدة التي تتلقاها؟ وتقول في عنوان آخر: إن المعارضة حتى بعد التصويت على قانون المالية الجديد لم تستسلم. عنوان آخر ليس ببعيد عن المالية والاقتصاد يخص تصريحات المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الذي يؤكد على أن الضوائر وزيادة على الضرائب الجديدة والزيادات في الأسعار يجب عليها أن تلجأ إلى الاستدانة لاستكمال الحلقة الاقتصادية، وعنوان مخيف: على الدوائر الاستدانة.
ولمناقشة أهم هذه العناوين مشاهدي الأفاضل ينضم إلي الإعلامي الجزائري سليم صالحي. بعد الترحيب بك أستاذ سليم، أولا هناك الكثير من العناوين، يعني قراءتك الشاملة لهذه العناوين أين؟ شكرا زميلي عادة على الاستضافة. أولا يعني أول ملاحظة من خلال متابعة الصحف اليومية خلال تقريبا يعني 6 أشهر الأخيرة وخاصة 3 أشهر الأخيرة، أيضا هناك نوع من الارتباك في تناول الموضوعات أولا، وأيضا ارتباك حتى في طرح الموضوعات بعناوين توحي بأن الغموض السائد في الساحة السياسية قد انعكس بشكل واضح على عناوين الصحف، سواء الغموض في الشق السياسي أو الشق الاقتصادي، عدم وجود المعلومات المؤكدة من مصادر الرسمية مثل موجود هنا في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا. هناك ناطقين باسم كل الوزارات، يعني ناطق باسم وزارة الدفاع، باسم الرئاسة، باسم الحكومة، باسم وزارة الداخلية يتواصل مع الصحفيين. هناك مسؤولين يعطون معلومات دقيقة لبعض الجرائد. في الجزائر الواقع أنه عدم وجود المعلومة الحقيقية الرسمية قابله وجود تسريبات وتسريبات مضادة، وضاعت الصحف وضاعت المهنة في هذا الإطار. ولذلك هناك بعض الصحف تموقعت الآن في إطار ما يسمى بصراع العصب في الجزائر، وتخلت عن المهنية وأخلاق المهنة، ووقعت في المحظور، يعني السب والشتم، محاولة تغليط الرأي العام. هناك صحف أخرى بالعكس خوفا منها أنه يضيق عليها عن طريق الإشهار، لأنه إشهار مازال في الجزائر هو إشهار عمومي تسيره الشركة أو الوكالة الوطنية لنشر الإشهار التابعة للحكومة التابعة للسلطة اللي هي الرئاسة اللي هي جناح في الصراع، إذن أو هكذا يوصف المشهد. إذن كل الصحف التي لم تتموقع مع من يسمون ويوصفون بالفريق الغالب الآن يخافون التطرق إلى كثير من الموضوعات. لكن الفريق الغالب كما ذكرت الآن يقوم بالتهديد على المباشر، تابعنا حصة تلفزيونية أحد الذين يدورون في فلك السلطة يقول على المباشر أن الجزائر ليس عليها أن تتبع النموذج الديمقراطي الغربي، لكن هناك ما سماها هو الديمقراطية الأمنية. هذا المصطلح حتى الصحفي لم يفهم هذه الديمقراطية الأمنية، هذا تهديد مباشر. نعم، كان وقع نفس الشيء في التسعينات لما قالوا أنه تتوقف الديمقراطية، الجزائريين مش محتاجين ديمقراطية، يجب بور لا ريزون ديتا، كانت مصطلح لا ريزون ديتا، كل شيء لا ريزون ديتا، كل ما جي تحكي على انتهاك حقوق الانسان تضيق على الصحفيين، تضيق على الاعلاميين، على الحقوقيين، يقول لك لا ريزون ديتا سوفون لالجيري، ومن بعد نروحوا للديمقراطيه. تكررت الان بمصطلحات اخرى اللي نسمعها الان، مثل ما هو يحكي الان بن صالح ويحيى السعداني، كل هؤلاء الذين هم في قطب يسمى بالقطب الغالب الان في صراع العصب. اذا ما يهمنا في قضيه الصحافه انه انعكس سلبيا هذا الغموض وهذا الصراع على أداء الصحفيين الجيد اللي هو حقهم في الوصول إلى المعلومة وواجبهم في توصيل المعلومة إلى المواطن، ومن ثم الحق يعني اليونيفرسال العالمي، حق المواطن في أن توصلوا المعلومة الحقيقة. وتعرف في حقوق الإنسان حق المواطن أن توصل المعلومة الصحيحة هو من بين حقوق الإنسان، وحق الصحفي أنه يوصل للمعلومة ايضا من اخلاقيات المهنه اللي معمول بها. اذا لكن احنا تابعنا قرابة الشهر والجرائد تكتب على خطورة هذا القانون المالية، وحد الساعة مثلا نستطيع أن نقرأ أن أحلام المعارضة والشعب تتبخر، التقشف يطال صون أتراك، في الشروق تقول قوت الجزائريين يقترب من خطوط النار. لكن ما نلمسه في أرض الواقع أن التصويت كان بالأغلبية الساحقة، والجزائري يعني كما قلت في ضبابية الآن، حائر في أمره الآن. هناك شق متصل بقضية الأغلبية، هذه الأغلبية الكل يعرف أنه هي أغلبية مزورة سواء في البرلمان أو في مجلس الأمة.
أما قضية المرور قانون مالية 2016 والكل كان يعرف أنه الحكومة ستمرر هذا القانون، ولأنه عندها هذه الأغلبية المزورة في البرلمان وفي مجلس الأمة سيمر، لأن الحكومة ما عندهاش حلول أخرى. هذه حكومات أخفقت فعلا، لأنه كان عندها إيرادات مالية كبيرة كان من المفروض أن تخلق بها اقتصاد منتج للثروة يعني، ومحرر للاقتصاد الجزائري من التبعية للريع. كان هذا هو الميكانيزم، وكان خبراء اقتصاديين يعني في 2001-2002 كان يقولوا ما توفر الآن من مال وما سيتوفر 10 سنوات سيساعد على خلق ما يسمى الاقتصاد المنتج، يعني أنك تروح تخلق الشركات المتوسطة، شركات صغيرة، تشجع الاستثمار، كل شيء خارج المحروقات. لكن مع الأسف الشديد، لأنه كانت هناك إرادة سياسية لعدم الذهاب إلى الديمقراطية وإلى الصندوق الشفاف، فلكي تتفادى طريقة الديمقراطية يجب لك المال حتى تسكت الناس المطالبين بالديمقراطية والشعب. وبالتالي اتجه النظام إلى تثبيت دعائمه بشراء السلم الاجتماعي وبشراء الذمم وبتوزيع الريع على المواطنين، حتى المواطنين دورية يعني وبدرجات مختلفة، خلق طبقة من رجال الأعمال الفاسدين عبر 48 ولاية، طبقة فاسدة من المثقفين، من السياسيين، من العسكريين، شراء تعرف لكورون الإخبار لكن اليوم كما ذكرت العسكريين اللي شراءهم اللي ولوا دي ملياردير. الرجل الثاني يقول الشعب، يعني مخاطبا المعارضة، يقول الشعب متفطن لمحاولات جره إلى الفوضى. أنت ذكرت نعم هذا العنوان يعني عن الأموال وشراء السلم الاجتماعي. الآن الأموال هذه ستكون محدودة وربما منعدمة الآن لشراء السلم الاجتماعي. هل إذا تفطن الشعب أو خرج الشعب كما خرج في العاصمة ضد قوائم السكن، هل سيلفق هذا إلى المعارضة أو الأيادي الخارجية كما عودونا؟ سيجدون كل التعريفات. لكن الرجل الثاني كما يقال في الدولة ومع الأسف الشديد يعني بن صالح في صحيفة البلاد يقول الشعب متفطن محاولة جري الفوضى. أول ناس بن صالح وهؤلاء لا يعرفون الشعب ولا ينزلوا للشعب ولا يعرفون توجهات الشعب. الشعب بالنسبة لآخرين، محللين آخرين، سيتفطن إلى الأضحوكة الكبيرة والكذبة الكبيرة اللي كذبوا عليه من 99 حتى الآن. روح اللونساج وتزوج بدراهم اللونساج وما ترجعش دراهم يا جان، وكل هذه العبارات، ورانا نبنيو لكم في السكن ونبنيو لكم في كذا وندعموا لكم في المواد الغذائيه، احنا الدوله واحنا اللي نحميو فيكم قضيه الديمقراطيه وكذا، ومن هذا اجلوهن عيش 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 اليوم. لكن بعيدا عن الديمقراطيه، احنا نذهب الى برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، هو بعظمه لسانه يقول ان برنامج الرئيس يعني برنامجي فشل، وسبب فشله هو هؤلاء الذين يدورون في فلكه. الان نلقاو سعداني الان ما زال يروج الى برنامج الرئيس، واطلق مبادره لم تلقى رواجا كبيرا حتى عند المقربين عنده، ذهب بها الى حزب جاب الله، لكن جاب الله رفضها ثم انقلب على عقبيه وكذبت الأفلان أنه كان هناك تقرب من جاب الله. ما رأيك فيها؟ لا لا، اللي حدث أيضا الصحافة يعني ركزت على هذا الأمر، قضية مساعي سعداني، وتعرف حتى في الاتحاد كان في النص الثاني من الصفحة كلام قوي ضد سعداني وأنه يطمح إلى الوصول إلى الرئاسة وبعض التهجم عليه. الحقيقة أن الأفلان اتصل بكل الأحزاب واتصل بجبهة العدالة والتنمية، ومدام جاب الله والمساعدين متاعه في الحزب قالوا باللي تم الاتصال بينا وعنا الدليل، فهذا يكفي بالنسبة للرأي العام. يعني الرأي العام لن يصدق. لكن لماذا رفض جاب الله المبادرة؟ أعتقد أنه هذا موقف في الاتجاه الصحيح. موقف جاب الله انه يقول لسعيداني انه هذه المبادره ما تعنينيش وانا ما ندخلش معاكم في هذا الخندق يعني، وكانت تعريفات جاب الله ايضا قويه. هذا موقف سليم، وانا اعتقد انه كل الناس السياسيين العاقلين غير المتسرعين غير المتهورين مثل سعيداني من المفروض يرفضون هذه المبادره، لانه الاشكاليه الان ليست في مبادرات، هناك إشكالية شرعية في البلاد وهناك ورطة اقتصادية. يجب الذهاب إلى ندوة وطنية للتوافق حول استراتيجية خروج من الأزمة.
لانه انا يعني حتى نرجع لك العنوان في لسوار دالجيري يتحدث عن 19 الجروب تاع 19 لكنه يتحدث عن المشهد السياسي كله. والعنوان عجبني كثير يعني لسوار لما تقول لامباس لمجموعه 19 هي تقول يعني لامباس بور تو الموند، لانه فعلا السلطه راهي في لامباس، المعارضه في لامباس، والشعب ايضا راه في حاله حيره. لكن يعني انا ذكرت من قبل وتكلمت شخصيا مع خالده تومي، ذكرتها في عده مناسبات، ان خالده تومي قلت لها يعني الان نمثل انك التقيت ببوتفليقه والتقى بكم كمجموعه 19 وقال لكم انا هو المسؤول على هذا ما يحصل الان، يعني ما الموقف الذي ستتخذونه بعد هذا؟ هي قالت لي سناخذ دي ديسيزيون انديفيديوال، علاش ناخذوا لانه هذه ورده اخرى. يعني لو يتم استقبالهم الرئيس او يوحى للرئيس انه يكلموا، وهذا مستبعد جدا، هذا مستبعد جدا، لانه الكثير من القرارات الاستراتيجيه الذين يعرفون ويعرفون بوتفليقه الذين عاشروه سواء في صغره او في فتره على ترافيرسي دو ديزير او كما رجع، ماهوش الشخص اللي يتخذ بتلك الطريقه يعني نحكيو على لامانيير بعض القرارات على راسها اقاله التوفيق، بعض لجينيرو، التناول الاعلامي الرديء لصحافه الموالاه لهذه الحادثه، وايضا مثل ما قال ويحيى، يعني وان كان بين قوسين قالوا عنه صدقه وهو الكذوب، لما انتقد طريقه تقديم الحكومه للقانون المالي 19، فعلا كان هناك عبث وكان هناك اخفاق حتى في الكوميونيكاسيون اوفيسيال ما يسمى الاعلام الرسمي حتى في شرح القانون. وانت تعرف انه مثل ما نقول يعني وزير الصناعه يقول كلام، الوزير الاول يقول كلام، ووزير الاول يقول كلام، لكن لم لا انت تعرف انه حداد اليوم تذكرت سلان لم يتكلم منذ مده طويله، ما الذي يحدث؟ اكيد يا اما انه شاف حاله انه راهو خرج او اخرج من اي صراع، اي مكان في بريز دو بوزيشن، يعني عمليه اتخاذ القرار، يا اما اعطوا له امر انه يسكت، كما انه مكلف بمهمه في الانتظار، لانه بالنسبه لسلال رجل كيما ويحيى، يعني خدام السلطه، خدام المنظومه. كان وزير داخليه، كنت نعرفه انا لما كان وزير داخليه، وكان والي من قبل، وكان وزير اكثر من مره، هو انسان خدام سي كوميديتا كيما مثل ويحيى، يقولوا له روح هنا، مش هذا هو المهم. التصريح حداد اليوم كان مهم ايضا، انه اجابت به كثير من عناوين الصحف، يقول لا يوجد مشكل في خصوصا صنع تراك وصنع الغاز. نعم. وزير الماليه يقول باللي صنع تراك وصنع الغاز خط احمر. نعم. لسيناتور في البرلمان يقولوا باللي يا شعب ما تمتناش عندك، لكن لا يوجد قانون يحمي هذا. لا ماجيش، لا مش شوف بصراحه ما كاش قانون، القانون الان واضح، كل الشركات يعني في قانون الماليه لا يوجد استثناء انه سوناتراك او شركه الاخر، ما فيش ماده، لما اقرا ماده تقول انه سوناتراك سونا الغاز الجزائري للمياه ارجيري خط احمر، هذا خط احمر لا يوجد. هما بعض الاشارات قال استراتيجيه ماهوش مفهوم. حداد اليوم ربما كان هو اشجع منهم، وان كان هو واحد من المتورطين في هذه القضيه، قضيه اعاده بلوره مصطلح بيع الوهم الجزائري لمده سنه واحده، لانه كل الخبراء الاقتصاديين يقولون انه 2016 قانون الماليه يمسك سنه واحده فقط، بعد هذه السنه راح يشوف الجزائريين انه راهم قدام الحيط لانه اسعار البترول ثبت كما قلنا احنا في المغاربيه السنه اللي فاتت، انه ثبت انه لن تصعد فوق 50 ل 70 يعني، وبالتالي المشكل الاقتصادي 10 سنوات اذا ما رحناش، لانه مشكل سياسي في النهايه، اذا كان ما رحناش الى انشاء مؤسسات دستورية شرعية هي اللي يجيب حكومة لحسب الشعب واللي يدير معها الاقتصاد. والله احنا يضغط علينا الوقت استاذ سليم، هو اللي يدير المشكل. نعم، تا حكومة تا هو اللي يدير المشكل، تا هو اللي يدير الديفيسيت، وتا هو اللي تقول بلي راح نصلح. بارك الله فيك استاذ سليم صالحي. كنت اود ان اتكلم عن قضية الجوازات البيومترية لكن الوقت يداهمنا، نذهب مباشرة إلى الصحف التونسية، معنا غفران الحسيني من هناك، أهلا بك غفران.
أنا زميلي عادل، تحية إليك وإلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بأبرز موضوع تعلق بالذكرى الخامسة لاندلاع الثورة في 17 ديسمبر، حيث كتبت صحيفة الصباح: سيدي بوزيد 5 سنوات بعد الثورة، ضيق الحاضر وضبابية المستقبل. كتبت الصباح أن جهة سيدي بوزيد تستعد بعد 5 سنوات من اندلاع الثورة لتقديم ملفها لدى هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها منطقة ضحية. وقد طرحت الصحيفة هذا السؤال على عدد من الناشطين بالجهة، حيث اعتبروا أن الجانب الاجتماعي لا زال متدهورا في سيدي بوزيد مع ظهور ظواهر اجتماعية سلبية على غرار تفشي البطالة وانتشار المخدرات مع تفكك اجتماعي واضح أدى إلى انعدام الاستقرار، إضافة إلى مستوى اقتصادي مترد في ظل غياب مشاريع تنموية واضحة وبرامج فعالة لجهة سيدي بوزيد. نتحول الآن وفي ذات الموضوع إلى صحيفة المغرب التي عنونت في افتتاحيتها الثورة والمهام الإصلاحية، حيث كتبت الصحيفة أن الثورة التونسية قامت على تثمين مكاسب دولة الاستقلال والحركة الإصلاحية، فالثورة تريد أن تذهب بهذه المكاسب إلى الأقصى لا أن تتراجع عنها باعتبارها من مفاسد المنظومة القديمة. وإصلاحية الثورة التونسية تعني أيضا أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات عميقة في كل منظوماتها، ولكن الإشكال هو أننا لم نبدأ بعد في مناقشة مضامين هذه الإصلاحات بصفة جدية، بل لكل طرف تصوراته المخصوصة. تتحول في ذات الموضوع الثورة بعد عامها الخامس في التونسية، نجوم الثورة في ذكرى 17 ديسمبر، المطلوب مش موجود، حيث طرحت الصحيفة على عدد من الناشطين الذين ساهموا في الثورة سؤال ما الذي تغير، واعتبرت عددا كبير من الناشطين أنه لم يتغير الأمر الكثير وأن الفرصة منحت لتونس بعد 14 جام في كي تقلع وتبرز في المحافل الدولية وتقدم مثال للنجاح والعدالة الاجتماعية وإدارة الشعب القوية، إلا أن هذه الفرصة بدأت تضيع يوما بعد يوم، فضلا عن هنات كثيرة وعدد من الأزمات ووعود لم تصل إلى الشعب. ختاما صحيفة الشروق وفي موضوع آخر يتعلق بحركة نداء تونس والأزمة السياسية داخلها تحت عنوان الهيئة التأسيسية يدعم لجنة 13، حيث عبرت الهيئة التأسيسية في بيانها التابع لحركة نداء تونس عن اقتناعها بأن المؤتمر القادم سينجز المهمات التنظيمية والسياسية الاستعجالية، في مقدمتها وضع الخطة السياسية المستقبلية للحزب وتوضيح الرؤية على قاعدة المبادئ. وقد منحت الهيئة بهذا البلاغ كامل الصلاحيات للجنة 13 لتنفيذ خريطة الطريق التي أعدتها لحل أزمة الحزب، الذي من المنتظر حسب الشروق في عنوان آخر تأسيس حزب جديد تحت اسم نداء تونس الجديد أو بناء تونس، كما وقع تسريب هذه الأخبار عن كتلة نداء المنشقة المتكونة من 30 نائبا. هذا تقريبا زميلي عادل أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. غفران الحسيني لك منا جزيل الشكر، وننطلق بحضرتكم إلى الصحف المغربية. معنا نبيل عبد اللوي من هناك، أهلا بك نبيل. مرحبا بك زميلي عادل وبالأستاذ سليم وبجميع السادة المشاهدين. أحدثكم الآن مباشرة من قصر المؤتمرات الدولي بمدينة الصخيرات إلى الجنوب من مدينة الرباط، حيث يتم في هذه اللحظة بالذات توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء الليبيين لتشكيل مجلس رئاسي ومجلس للحكومة. التوقيع كان مقررا في الساعة 11 صباحا، لكنه تأجل بسبب خلاف حول إضافة 3 أسماء إلى المجلس الرئاسي، وبعد مشاورات ماراثونية أطرها المبعوث الأممي توصل أخيرا الفرقاء الليبيين إلى الاتفاق التاريخي. وبسرعة نتحول إلى الصحف المغربية الصدر اليوم، نبدأها بالاتحاد. الموت يغيب أول مستشار للملك أو إبرة الشعب كما يلقبها المغاربة، فقد وفت المنية مستشارة الملك محمد السادس زليخة نصري بالمستشفى العسكري بالرباط بسبب جلطة دماغية ألمت بها، وكانت قد نقلت إليه قبل أيام بعد أن تدهورت حالتها الصحية. وتعتبر زليخة نصري أول مرأة ضمن مستشاري الملك وآخرهن حتى اليوم، كلفها القصر بالملفات الاجتماعية. نتحول إلى يومية البيان التي تكتب بأن مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2016 في إطار قراءة ثانية، وبهذه المصادقة يتجدد النقاش حول حاجة ودور الغرفة الثانية.
فقد أدخلت هذه المؤسسة التشريعية عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2016، لكن في نهاية المطاف تم رفضها من قبل نواب الغرفة الأولى في قراءة ثانية. النهار المغربية تكتب ارتفاع واضح في عدد السوريين طالبي اللجوء بالمغرب. يتعلق الأمر في الوقت الراهن بحوالي 1800 شخصا يبحثون عن الحماية الدولية بالمغرب مقابل 76 في 2014، ويمثلون 56% من أصل 331,000 طلبا للجوء الموضوع لدى المفوضية السامئة للاجئين بالمغرب. ونختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية رسالة الأمة التي تكتب: في ظل الصمت الحكومي، النقابات تتوعد الحكومة بالمزيد من التصعيد وإنهاء سنة 2015 على وقع الاحتجاج، حيث ارتفعت حرارة التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية المتكتلة فيما بات يعرف بالتنسيق الرباعي الذي يضم 4 نقابات. هذا إجمالا وباختصار شديد أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة اليوم. نبيل عبد اللوي مراسل قناة المغربية من المغرب، شكرا لك، وننتقل بكم إلى ركن الكاريكاتير وأهم الرسومات التي اخترناها لكم، تابعوا معنا. نهاية قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.